السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة ميديكير للخدمات الطبية. النهاردة هنعرفكم بمشروع ميديكير للخدمات الطبية المخفضة. يعني إيه مشروع ميديكير للخدمات الطبية المخفضة؟ ده مشروع أو فكرة لأول مرة بتقدم في مصر. مشروع بيشمل جميع وكافة الخدمات الطبية، من كشف في العيادات عند الأطباء، أو المعامل، معامل التحاليل الطبية، مراكز الأشعة، المستشفيات، الصيدليات، المراكز الطبية المتخصصة زي مراكز العلاج الطبيعي، زي مراكز علاج العقم، زي مراكز الأسنان وهكذا. الحقيقة احنا بنقدم كل هذه الخدمات من خلال مقدمي خدمات بنتعاقد معهم، بيقدموا تخفيضات تصل إلى 50% من القيمة اللي هو بيقدمها لغير المشترك في هذا المشروع. يعني مثلا في دكاتره بيعمل 50% على الكشف، فلو هو كشفه في العياده 400 جنيه، يبقى حضرتك من خلال المشروع بتكشف ب 200 جنيه. ولاول مره في مصر الاشتراك في هذا المشروع مجاني بدون اي تكلفه. يعني معنى كده ان حضرتك مش هتدفع جنيه واحد مقابل الاشتراك في هذا المشروع. طيب نشرح اكتر. المشروع ده بيعتمد على فكره بسيطه جدا، اللي هي ان في ناس بتعمل اعلانات عن منتجاتها وخدماتها. كل المطلوب من حضرتك انك تشوف الاعلانات دي، ومقابل مشاهده الاعلانات حضرتك بتحصل على نقاط. هذه النقاط تقدر تستخدمها في الحصول على الخدمات الطبية المخفضة من مقدمي الخدمة الطبية المتعاقدين مع المشروع. طيب ازاي العملية دي بتتم؟ هنقول بس هو في فكرة بسيطة جدا، ان احنا عشان نقدم هذه الخدمة الطبية مجانا محتاجين عدد كبير جدا جدا من المشتركين ينضم للمشروع. وعشان كده انا بناشد حضراتكم ان احنا رابط هذا الفيديو تديه لكل حبايبك وقرايبك واصحابك واصدقائك ومعارفك وزمايلك في الشغل وجيرانك، بحيث انه وتحطه على جميع صفحاتك على وسائل التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتيك توك وانستجرام وواتساب، كل يوم، بحيث انه ينتشر لاكبر عدد ممكن ونلاقي عدد كبير جدا من المشتركين يمكننا من ان احنا نقدم هذه الخدمة الطبية مجانا والى اطول فترة ممكنة ان شاء الله. طيب ازاي بتشترك في المشروع؟ الاشتراك في المشروع سهل جدا. كل اللي حضرتك هتعمله، اولا بتشترك في القناة اللي انت بتشوف اللي هي بتاعت الفيديو، قناة ميديكير للخدمات الطبية. تبعت لنا، تعمل سكرين شوت بعد ما بتشترك، تبعت لنا الصفحة اللي حضرتك بتثبت ان انت اشتركت في القناة، مع اسمك الثلاثي وصورة بطاقتك العائلية او الشخصية، الرقم القومي، زائد اسم الزوجة واسماء الاولاد. كل ده بتبعته لنا على واتساب القناة، وكل الروابط والأرقام هتلاقيها موجودة في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو. بعد كده بتعمل مشاركة لرابط القناة على جميع صفحاتك على وسائل التواصل الاجتماعي. ثم الخطوة الثانية انك بتبدأ تتابع كل الفيديوهات اللي بتنزل على هذه القناة، بتشوفها، وبعد ما بتشوف الفيديو بتعمل لايك للفيديو، وتعمل كومنت على الفيديو، وتشارك رابط الفيديو في جميع
صفحاتك على وسائل التواصل الاجتماعي. في حاجة تالتة بتجيب لك كل حاجة من دول على فكرة، يعني اللايك عليه نقط، الكومنت عليه نقط، المشاركة عليها نقط. في حاجة كمان بتجيب لك نقط كويسة، اللي هي ان اثناء مشاهدتك للفيديو بتلاقي اعلان، لو ضغطت على رابط صفحة المعلن اللي بيظهر في اسفل الاعلان هيحولك لصفحة المعلن، مش مهم انك تعمل فيها حاجة، المهم انك تفتح صفحة المعلن، وده بيضيف لك كمان نقط كويسة. ضعف نقط الكومنت بيضاف الى حسابك او رصيدك من النقط عندنا. طيب دي طريقة الاشتراك. طب ازاي استفاد بقى، وازاي بطلب الخدمة؟ الاستفادة بتكون من خلال حصيلة او رصيدك من النقط عندنا، بمعنى ان انت مثلا بتطلب كشف عند دكتور، هذا الدكتور بيعمل متعاقدين معاه لانه هيعمل خصم 25% على قيمة الكشف، فبنخصم من حضرتك 25 نقطة. طيب حد طالب، انت طالب مثلا كشف عند دكتور بيعمل 50% خصم على الكشف، نخصم 50 نقطة من رصيد حضرتك. هتعمل مثلا علاج جذور هيتعمل عليه مثلا خصم 30%، بنخصم 30 نقطة، وهكذا. بتطلب الخدمة ازاي؟ حضرتك بتبعت لنا على رقم الواتساب بتاع القناة، حضرتك اللي هتلاقيه في صندوق الوصف برضو، هتبعت لنا حضرتك اسمك واسم مقدم الخدمة اللي انت عايز تتعامل معاه، ونوع الخدمة اللي انت عايزها، كشف او جراحة او خلع ضرس او الى اخره، ورقم الواتساب اللي هنبعت لك عليه كود الخدمة. بعد ساعة بيوصلك، في خلال الساعة دي بيوصلك باركود بتروح بيه لمقدم الخدمة، بيقراه بالتليفون بتاعه أو تليفون السكرتارية اللي شغالة في المكان، بيقرأ الباركود، بيعرف كل الداتا، وبتحصل على الخصم. عملية سهلة وبسيطة جدا. كل اللي مطلوب من حضرتك نشر هذا الفيديو ونشر هذه الفكرة إلى أقصى حد ممكن، حتى نحصل على عدد كبير جدا من المشتركين. مشاهدة هذه الإعلانات بتمكننا من ان احنا ندي لحضرتك خدمة طبية مميزة باسعار مخفضة جدا. العلاج، عدد كبير جدا من الصيدليات بيحدث كل يوم، سواء يعني احنا بنقسمها حاليا الى محافظات، وهينزل كتالوج، او ممكن تطلب الكتالوج او الكتيب بتاع الخدمات اللي احنا بنقدمها، يوصلك على الواتساب بتاعك في صورة PDF. أتمنى أن الفكرة تكون مقبولة بالنسبة لكم، وأتمنى أنكم تنشروا هذه الفكرة، وربنا يعني يساعدنا في أن احنا نقدم خدمة طبية مميزة بأسعار مقبولة لجميع أهالي مصر وشعب مصر العظيم، شعب مصر الصابر المتحمل الكثير من أجل هذا الوطن. شكرا لحضراتكم، وكل تفاصيل الاشتراك وأرقام التليفونات والروابط هتلاقوها أسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف. شكرا لوقتكم مرة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.